ورجعنا لكم من الفاصل، وحلقتنا هتكون عن الشباب والتنمية، ومعنا ضيف حلقتنا النهاردة أستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري. نورنا يا فندم. أهلا وسهلا بيك ده وكل حضرتك عامل المشاهدين. ايه؟ تمام؟ ربنا يخليك يا رب. يا رب يخليك. نورنا يا أستاذ محمد. وفي نورك. البداية كده كلمنا عن دور المجلس بتاع الشباب وإيه اللي بيقوم بيه. بصي يا ستي، في البداية هو مجلس الشباب المصري هو واحد من أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية. بنشتغل على حاجة مهمة جدا، وهي تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المصري. ازاي نطور الحركه الشبابيه المصريه؟ ازاي ندعم الشباب في كافه المجالات التنمويه؟ ازاي يكون عندنا شباب قادر ومؤهل على المشاركه في صنع القرار؟ كان عندنا مصطلح مغلوط للاسف بقاله سنين طويله، هو اسمه مصطلح تمكين الشباب، تمكين الشباب، تمكين الشباب. تمكين الشباب ما بينفعش من غير تاهيل. صحيح، ما ينفعش اجيب الشاب احطه النهارده على عجله القياده واقول له اتفضل سوق ومش مؤهل وهو ما بيعرفش يسوق. صحيح. وفي الاخر احكم على التجربه انها تجربه فاشله. طب انت الاول ما اديتوش التولز اللي هو محتاجها، ما اهلتوش بالشكل الكافي عشان يعرف يطلع منتج صحيح. احنا بنشتغل في مجلس الشباب على اعداد كوادر قياديه مؤهله على صناعه القرار. ازاي يكون شبابنا المصري بمختلف انتماءاته، ونحط تحت مختلف انتماءاته دي 100,000 سطر، ان هو يكون موجود في منصه شبابيه بتدعم الشباب، انه يكون موجود في مراكز صنع القرار. تمام. وده اللي قدرنا عليه على مدار اعتقد 4 سنوات، قدرنا ندرب ما يزيد عن 60,000 شاب على مستوى الجمهوريه، ما يقرب من 400 برنامج تدريبي مختلف، عدد كبير جدا جدا من الفعاليات داخل مصر وخارج مصر. اعتقد احنا قدرنا ان احنا نقدم نموذج ان ازاي المنظمات الشبابيه، ازاي المجتمع المدني شريك حقيقي للدوله، شريك رئيسي ان في مواجهه الملفات او مواجهه التحديات اللي ممكن ان تواجه الدوله المصريه. ايه انواع الدورات بقى اللي بيقدمها المجلس؟ قدم كل حاجه. زي ايه؟ ابتداء من استراتيجيات الامن القومي، مرورا بالبرامج الاعلاميه، مرورا بالبرامج التخصصيه الخاصه برياده الاعمال، بنتكلم عن اداره المشاريع المشروعات الصغيره المتوسطه، اعداد ملفات قانونيه، وصلنا لملفات خاصه كمان بالتدريب التحويلي، برامج فنيه بنشتغل عليها. كل انواع البرامج اللي ممكن يحتاجها الشاب المصري تقدم من خلال مجلس الشباب المصري. هل ده معناه ان احنا مركز كورسات او مركز تدريب؟ بالعكس، عندنا ده قطاع واحد من قطاعات المجلس. المجلس عنده ما يزيد عن 14 قطاع بيشتغلوا في 14 فرع مختلف. عندنا فرع تاني خاص بملف التمكين الاقتصادي، ازاي نغير ثقافه الشباب المصري وثقافه المجتمع ان هو يكون متقبل لفكره ان الشباب يشتغل، يكون عنده مشروع خاص، يكون هو مالك لمشروع بدل ما يستنى في طور الوظيفه اللي مش هتيجي، ولو جت مش هتحقق له الطموح بتاعه فيرجع تاني على القهوه. فانت ازاي تاهل شبابنا ان هو يعرف يجيب مصادر تمويل، ازاي يعرف يعمل بناء ومخطط لمشروعه، وبعد هذه المرحله كمان فكره الماركتنج وفكره الاستدامه، دي نقطة مهمة بنشتغل عليها. بنشتغل على ملفات قانونية وعدد كبير من مشروعات القوانين. شرفنا ان احنا في السنوات الماضية كان عندنا انجازات في قانون العمل الاهلي، قانون الاحوال الشخصية، عدد كبير حزمة من القوانين الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية. دي كلها نقط مهمة بنشتغل عليها. ملفات حقوقية اعتقد احنا عندنا في خلال السنوات الماضية سابقة اعمال قوية، يعني بتقول ان المجلس من اهم الكيانات الموجوده في المنطقه مش في مصر بس. جميل جدا. طبعا في ظل ازمه كورونا طبعا اكيد المجلس كان له دور. المجلس قام بدور بنعتبره هو احد الادوار الرياديه اللي كانت موجوده. الحمد لله ان المجتمع المصري ككل، يعني مش بنتكلم على مجلس الشباب المصري بس، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات والهيئات الحكوميه كانت في حاله من تضافر الجهود عشان نطلع منتج ومنتج حقيقي. مجلس الشباب في ازمه كورونا قدم كشف حساب من 10 نقط. احنا عملنا ايه كمجلس الشباب في ازمه كورونا؟ 10 بنود اشتغلنا عليهم، واعتقد كان ليهم نتيجه جيده في تخفيف كمان العواقب بتاعت ازمه كورونا. اول حاجه احنا كنا اشتغلنا على ازاي ان احنا نقدم حمله اسمها اعتقد يعني طبيب على الموبايل، ان احنا بنخلي البدل ما طالما انت عندك برد عادي، عندك مرض تاني ملوش علاقه بالكورونا، مش شرط انك تروح المستشفى عشان تتعدي، فانت محتاج ممكن انك تاخد الاستشاره الطبيه من اطباء متطوعين عبر الهاتف. ده بيسهل كتير قوي. اولا بيخفف العبء على المستشفيات. صحيح. كمان بيخفف العبء على الاطقم الطبيه. كمان بيوفر علينا اصابات جديده ممكن يحصل لها انفكشن لو رحت المستشفى. فعلا. عندنا جزء تاني كمان خاص بتوصيل الادويه لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه، وهي من الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالعدوى، بدل ما يروح ياخدها من التامين الصحي او يروح ياخدها من المستشفى، احنا كنا عاملين ديل مع التامين الصحي، متطوعين المجلس كانوا يروحوا ياخدوا هذه الادويه
من مراكز طيب التأمين الصحي والصحة. المتطوعين أو طرق انضمام الشباب للمجلس يتم إزاي؟ المجلس عنده أكتر من طريقة لضم الشباب. أولا طبعا إحنا شباب فبنشتغل على منصات التواصل الاجتماعي. عندنا صفحات كبيرة موجودة سواء الصفحة المركزية أو الصفحات الخاصة بالمحافظات. عندنا مقرات المجلس اللي منتشرة في عدد كبير من المحافظات، المقر المركزي في القاهرة في وسط البلد، عدد كبير من المحافظات فيها مقر واثنين وثلاثة وأربعة للشباب بيقدروا يتجابوا معاهم. عندنا كمان روافد طلابية موجودة في الجامعات المصرية. عندنا اعتقد اكتر من كيان كمان، احنا متعاونين مع اكتر من 360 كيان مصري موجودين معنا، هم شركاء لمجلس الشعب المصري. فالمجلس ممكن تلاقيه في بيتك، في شارعك، في المنطقه اللي انت ساكن فيها، في جامعتك. هتلاقي كمان مجموعات ممكن تبقى موجوده في النقابات العماليه والمهنيه، هي بالفعل كوادر تنظيميه لمجلس الشباب المصري. احنا بنحاول نقدم نموذج جديد ان الخدمه او الانضمام للكيان لا تكون عبر المقر ولكن عبر مجموعه عمل من القياده. الانضمام ده بيكون تطوعي صح كده؟ هو المجلس كله بالكامل تطوعي، يعني كل الانشطه اللي بيقدمها المجلس هي انشطه مجانيه ومنح بالكامل. مفيش شاب بيدخل المجلس عشان يدفع رسوم برنامج تدريبي، كل الخدمات دي مقدمه بالمجان كمنح لشباب مصر. كل الانشطه الفعاليه دي كمان مجانيه. احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ ما ينفعش اسقل على الشاب النهارده اقول له تعالى اتطوع وادفع فلوس. ادفع فلوس صحيح صحيح. اعتقد الكلام مش منطقي، انا بدربه وباهله وفي نفس الوقت كمان انا بقدم خدمه جديده ان انا بخفف العبء على الاسره المصريه. ما برضو احنا كلنا لازم نكون واعيين لحجم المشكله. انا رب الاسره اللي موجود في المنزل هيشتغل عشان خاطر يصرف على مصاريف تعليم دراسي وتعليم جامعي ومصاريف حياه يوميه، والولد لما او البنت لما يكون عايز يعزز في قدراته يقول له انا عايز فلوس عشان الكورسات، يقول له طب اكلكوا الاول. صحيح. احنا بنحاول نساعد شويه ان كمان وعندنا مجموعه من خيره مدربين مصر، افضل مدربين مصر في كل المجالات، افضل الشخصيات العامه موجودين متطوعين بالكامل لا يتقاضوا اجر. هايل عشان خاطر يقدموا خدمه للشباب المصري بمختلف انتباهات. طيب هايل جدا. بالنسبه بقى لباقي المحافظات اللي ما فيهاش المجلس، في خطه او بلان محطوط ان احنا بنشغلين دلوقتي كمان مش على المحافظات بس، احنا بنشتغل بخطه هنقول اكثر تشعبا ان احنا نوصل للمراكز والاقسام. حلو. بمعنى حضرتك النهارده موجود في محافظه الجيزه، مش المقر الرئيسي اللي في الدقي هو اللي هيدير بس، لا احنا عندنا مقر في قطفيح، عندنا هنشتغل في امبابه، هنشتغل في القرى الموجوده وليست عواصم المدن فقط. في بلان موجود للكلام ده؟ في بلان موجود وفي جزء كبير منه تنفذ. يعني انا بكلمك عن فعاليات احنا اشتغلنا عليها فرعيه. افتكر ان احنا من ثلاث سنين لما كنا بنتكلم على اعتقد في 2019 السنه اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، عملنا برنامج خاص بتعزيز المشاركه السياسيه. اعتقد الانطلاقه هنتكلم في الكلام ده دلوقتي. كانت الانطلاقه من قريه شبرا النمله في محافظه الغربيه. عايز اسال حضرتك، انت قلت لنا انه المجلس كله تطوعي. تمام. بيقوم على العمل التطوعي. تمام. طب تمويل المجلس اصلا، تمويل المجلس الذاتي، تمويل المجلس الذاتي، معظم القائمين على المجلس احنا بنشتغل. يعني احنا عندنا مصادر دخل بتاعتنا. يعني كل واحد فينا المجلس مش واخد كل وقته. انا الصبح عندي وظيفه بتقاضى منها مرتب. طب المشروعات دي كبيره جدا عن ان هو يكون تمويل ذاتي. اكمل لك. اتفضل اتفضل. احنا الموضوع هو ازمه مصر مش ازمه تمويل، ازمه مصر ازمه اداره. اي ملف في العالم اذا ادير بشكل صحيح من الامكان ان تطلع منتج. للاسف عيبنا ان احنا بنبص طب انا هصرف منين، هجيب منين، عايز اطور من مهاراتي هجيب منين. فمجلس الشباب بيقدم نموذج جديد انك ممكن تقدم خدمات للالاف من الشباب توازي خدمات بتقدمها دول عن طريق مجهودات ذاتيه. يعني معنى كلامك كده ان احنا نعتبر ان المجلس مشروع خيري؟ هو المجلس مش مشروع خيري، هو في فرق بين الخيري والاهلي. ان انت بتتكلم انت مجتمع مدني، المجتمعات المدنيه منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم هي بشكل كبير بتقوم على تمويل اعضائها. احنا مؤمنين بافكارنا، كل واحد من مجلس الامناء القيادات الموجوده في المجلس هو بيتطوع في الجزء اللي بيتطوع بمبلغ بيدفع في الايجار اذا كان مقر في محافظته او في قريته. في جزء تاني بيتطوع بعلمه ومجهوده. يعني المدربين اللي عندنا الموجودين في المجلس هم ساعاتهم بالاف الجنيهات، الساعه الواحده للمدرب الواحد بالالاف، هو متطوع بالمجان ما بياخدش جنيه. فتيجي عندنا المجلس النهارده تنحصر مصاريفه في ايه؟ ايجار المقرات، الرسوم الاداريه اللي ممكن بتبقى موجوده المجلس اذا كان موظفين موجودين. عندنا كمان شراكات مع كل الهيئات الحكوميه. فانا لما بعوز بستغل النهارده اي مقر حكومي موجود في اي محافظه، اذا كان مركز شباب، اذا كان قصر ثقافه، اذا كان منشاه تابعه للدوله مبنى المحافظه. عندنا تعاون مع عدد كبير من المحافظين كمان وده بنشكرهم جدا. المجلس كمان بيضم قيادات في كل الافرع. عندنا قيادات صف اول وثاني
وتالت في المؤسسات والهيئات الرسمية للدولة. إذن المجلس كده ما بيقبلش أي تطوعات من أي تبرعات من أي إحنا مش كيان بيقبل تبرعات نهائي. وما ينفعش النهاردة أن يبقى الكيان عشان أنت بتقدم فكر، أنت بتقدم حلم. أنا النهاردة عايز أعمل حاجة فلازم أدي نموذج، لازم أضرب مثال. مجلس الشعب المصري على فكرة نموذج ناجح جدا جدا، منظمات المجتمع المدني مش في مصر بس، كمان بنتكلم على مستوى العالم. يعني خلينا نقول برضو ونفتخر بده أن المجلس كان عنده زيارات لما يزيد عن 22 دولة على مستوى العالم في خلال السنوات الماضية. تم دعوة المجلس يعني لعرض تجربته المشاركة في فعاليات. يكفي ان احنا في شهر مارس اللي فات كنا موجودين في الولايات المتحدة الامريكية لمتابعة الانتخابات التمهيدية لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية. تخيلوا ان مجلس الشعب المصري منظمة مجتمع مدني مصرية موجودة في امريكا بتتابع انتخابات اللي بتشغل العالم كله ما بين ترامب وبايدن، وكنا بنتكلم على المرحلة الاولى اللي هي ترشيحات الاحزاب. يعني ما كانش بايدن لوحده كان هو مرشح الحزب الديمقراطي، لا كان في مرشحين تانيين. ففكره انك تحضر السوبر تيوزداي تبقى موجود هناك وتتابع تشوف اللجان وطرق التصويت عشان تتعلم من التجربه وتيجي تشوف ايه اللي ينفع منها نستفاد عندنا وايه اللي ما ينفعش. فاعتقد دي نماذج كويسه. كان عندنا زيارات عدد كبير من دول العالم، بنتكلم عن اندونيسيا، بنتكلم على الصين، بنتكلم على دول كتير جدا جدا. افريقيا اشتغلنا فيها بشكل كويس جدا. عندنا شراكات كمان مع عدد كبير من الكيانات والهيئات الدوليه. احنا نموذج ونموذج ناجح جدا جدا لمنظمات شبابيه مصريه فعاله. معنى كده اللي عايز يشترك في المجلس مش محتاج اكتر من انه يدي شويه وقت ليه وشويه مجهود ذاتي. احنا أكتر. عندنا احنا غلسين شويه في موضوع اللي عايز يشترك في المجلس. إزاي حضرتك عايز تبقى موجود معايا؟ احنا ما بنديش عضويه شرفيه. حضرتك عايز تبقى موجود معايا في المجلس، انا عايزك هتبقى موجود معايا ليه؟ انا من اغلس الناس اللي بتقبل اعضاء. لان انا ما باخدش حد عشان اديله كارنيه، باخد حد لازم حضرتك تقدم لي مخطط انت هتضيف ايه للكيان وسبب انضمامك للكيان. السيره الذاتيه بتاعت حضرتك سابقه الاعمال. لان كل الموجودين عندنا هم سفراء للكيان، هم رسل بالنسبه لنا. بيدخل المجلس على فكره الخدمات اللي بيقدمها المجلس، عملنا بحث عن الخدمات اللي بنقدر نقدمها والبرامج اللي موجوده. المجلس بيقدم للشاب الواحد برامج تدريبيه تتخطى تكلفتها لو هو ياخدها ازبيد من بره المجلس ب 104,000 جنيه. يعني انا بصرف عليك تدريبات بقيمتها 104,000 جنيه في السنه للشاب الواحد. كنت عايز اعرف شروط محدده للي عايز ينضم. احنا من شغالين من سن 18 ل 45 ده السن بتاعنا. عندنا لازم يجب ان تكون لديك سابقه اعمال قويه تسمح لك انك تبقى موجود معانا في مجلس الشباب المصري. عندك خطه وهدف واضح. ولو انت موجود في احد المكاتب التنفيذيه الاقليميه تقدم لي برنامج لمده 3 شهور، هتعمل ايه في اول 3 شهور من انضمامك للكيان. طبعا في شروط بديهيه، حسن السير والسمعه والسلوك، عدم وجود اي عقوبات جنائيه سبق تقاحها، كلها النهارده شروط بسيطه. لكن الشرط الاساسي الايمان بالهدف. انك تكون شخص. منظمات المجتمع المدني كانت بتدور حواليها في بعض الاحيان بعض من الشبهات، ازاي انتوا بتقدروا او بتهيئوا ان انتوا تشيلوا الشبهات دي عنها؟ مش معنى ان في حد وحش ان كل الناس وحش. صحيح. مش معنى ان في حد كويس ان كل الناس كويس. صحيح. دي كانت موجوده في فتره من الفترات، تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني بتلقي تمويلات خارجيه هدفها زعزعه امن واستقرار البلاد. دي كانت قضيه كانت موجوده. القضيه دي مين اللي حكم فيها؟ القضاء المصري. القضاء المصري تم اتهام عدد من المنظمات، هو صاحب الحكم. احنا عندنا كمان منظمات المجتمع المدني اللي الناس ما تعرفوش هي ما بتشتغلش لوحدها، مش بمزاجها. مفيش منظمه مجتمع مدني مصريه شغاله من غير ترخيص وزاره التضامن الاجتماعي، تشرف عليها مديريات التضامن الاجتماعي، تراجع ميزانيات. برضو كانوا بترخيص. ما تتكلميش عن فتره في مصر كانت موجوده الدوله كان فيها هنقول المؤسسات كانت في حاله من التراخي، حاله من هنقول عدم الجاهزيه. بلد في المرحله دي ما كانتش موجوده اصلا، بلد كان فيها مرحله عك. اعتقد المرحله دي الدوله كمان رجعت دلوقتي بقى عندنا مؤسسات قويه. دلوقتي كمان ملف الرقابه الموجود، اعتقد ما فيش كيان غير مراقب دلوقتي. بنتكلم عن منظمات المجتمع المدني يشرف على ميزانيتها وممكن يرجعها الجهاز المركزي للمحاسبات، اعلى سلطه موجوده. مش معنى حضرتك انك رئيس مؤسسه وبتصرف عليها من جيبك ان الفلوس دي بقت بتاعتك. لا، حضرتك المال طالما خرج من جيبك دخل ميزانيه المؤسسه فاصبح مال عام فتساءل عليه حكمة المال العام. فدي نقط مهمة جدا الناس لازم تعرفها. واقول لك على حاجة اهم كمان، لولا
وجود منظمات المجتمع المدني المصريه في ازمه كورونا لم نكن لنصل الى هذه النقطه اللي احنا قاعدين وبنتكلم مع بعض. منظمات المجتمع المدني المصريه هي اللي قدرت تشيل الدوله وتقف معاها وفي ظهرها في ازمه العماله غير المنتظم. الناس لما ما كانتش لاقيه شغل وقاعده في بيوتها، اللي كان بيوفر مواد غذائيه ليها وهي قاعده في بيوتها وبيقدم دعم هي منظمات المجتمع المدني. عدد كبير من المشروعات اللي بتتم المجتمع المدني هو شريك اساسي ورئيسي فيها. المبادره الرئاسيه حياه كريم بها شراكه من منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني مش بعبع. اذا كان في منظمه 12 كان عليهم بعض الشبهات، اقصد يعني هقول لك رقم كده غريب شويه الناس ممكن تتصدم منه، مصر فيها ما يزيد عن 50,000 منظمه مجتمع مدني، ابتداء من الجمعيات الصغيره الموجوده في المراكز والقرى واللي هي المسؤول بشكل رئيسي عن تقديم الخدمات لاكبر المؤسسات. بس ليه الدور مش محسوس مش ملموس؟ يعني عدد قليل هو اللي ظاهر. لما اقول لك المبادره الرئاسيه حاجه كريمه، قايمه اكبر مبادره في مصر شغاله النهارده قايمه على المجتمع المدني، يبقى كده مش محسوس؟ رئيس الجمهوريه نفسه بيتكلم وبيشيد في كل خطاب. بس اعداد محدوده هي اللي الناس شايفاها. عندنا فوق ال 52,000 منظمه مجتمع مدني موجودين في كل القرى والمراكز. كلهم في المبادره؟ هم مش كلهم في المبادره. طب بنك الطعام قايم بدور مهم ولا مش قايم؟ طبعا. صندوق تحيا مصر طبعا قايم بدور مهم ولا مش مهم؟ مستشفى 57 357 قايمه بدور مهم ولا مش مهم؟ اصدقاء ابو الريش، هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان معهد الاورام، الناس معينين هي اللي ظهرت. مكتبه اسكندريه على فكره جزء منه النهارده خاص بالمجتمع المدني. على فكره المجتمع المدني موجود في كل مكان، المجتمع المدني موجود في كل حته عشان خاطر يكون سند ودعم للدوله. المجتمع المدني مش كيان فرعي، المجتمع المدني هو شريك رئيسي. للاسف في ناس بتخاف زي ما انت قلتي كده من كلمه المجتمع المدني، لكن هو ده مش موجود، مش حقيقي. المجتمع المدني النهارده النقابات مجتمع مدني، الاحزاب السياسيه مجتمع مدني، الانديه هي منظمات مجتمع مدني. العمل الاهلي في مصر هو عمل قديم جدا جدا، يعني احنا مش اختراع، مش هنيجي نخترعه النهارده. لا، مصر فيها مجتمع مدني بقى لها اكتر من 100 سنه. ولازم نفخر بيه. موجود في كل حته. طبعا احنا داخلين على جمعيات. داخلين على انتخابات. هو جامعات برضه. طيب. يا ترى المجلس ليه دور بقى في موضوع الطلبه؟ احنا طبعا شغالين زي ما قلت لك في بدايه الحديث ان احنا عندنا روافد طلابيه، عندنا حاجتين بنشتغل عليهم. انا ما بحبش اكون موسخه خيالي، يعني انا مش بتاع تبرعات ومش بتاع دعم مادي. لكن ما يمنعش اذا كان في امكانيه ان احنا عندنا في مشكله موجوده نقدر نساعد فيها بشكل داخلي فاحنا موجودين، لكن لا نعلن عن هذا، لان انا رفضنا في بدايه تشكيل مجلس الأمنة ان احنا يقال علينا مؤسسه خيريه، احنا مؤسسه تنمويه بنشتغل على ملفات التنميه. تمام. فجزء كبير من قدمه الدورات التدريبيه البرامج، طبعا مش هنخدع نفسنا ونقول ان الخريج المصري اللي بيتخرج من الجامعه هو احسن خريج في العالم. للاسف الخريج ده بينقصه حاجات كتير جدا جدا عشان يقدر يلتحق بسوق العمل. الخريج ده بعد ما بيتخرج ما بيلاقيش شغل عشان ما عندوش المهارات الكافيه الموجوده. ضغط الطلاب الموجود في الجامعات، عدم جاهزيه عدد كبير من قاعات التدريس والمعامل والكلام ده اللي احنا بنقدر نقدمه، ان انا بوفر لك اللي هتاخده بره بفلوس كتير جدا جدا جدا، انا بديهولك بالمجان. بشتغل معاك في انشطه وفعاليات تقدر تخليك تاخد اكسبيرينس تاهلك انك تشتغل في افضل الوظائف. منطقات التوظيف اللي بيعملها المجلس كمان للطلبه والخريجين، يعني انا النهارده ممكن كمان شغلت شباب في فتره الصيف عشان يعمل مبلغ من المال يسنده في الدراسه في فتره الدراسه. ننتقل على الانتخابات؟ نروح على الانتخابات. صح كده؟ نروح على الانتخابات. طبعا حضرتك بتتكلم عن البرنامج الوطني للرصد والمتابعه. تمام. وايه اللي ممكن يعمله؟ ده برنامج طفره بقى في الحياه السياسيه المصريه. تمام. برنامج الوطني للرصد والمتابعه بدا فعالياته من 3 سنوات مع الانتخابات الرئاسيه عام 2018. تمام. مجلس الشباب المصري من اهم منظماته ومن اوائل منظمات المجتمع المدني التي سمح لها وصرح لها من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات برصد ومتابعه الاستفتاءات والانتخابات المصريه. بدانا بالانتخابات الرئاسيه عام 2018، وصلنا للاستفتاء على التعديلات الدستوريه عام 2019، مرورا بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، ودلوقتي بنتابع ونرصد انتخابات مجلس النواب التي تجرى الان. مراحل العمليه الانتخابيه من تقديم طلبات وطعون والبت في الطعون ان شاء الله بكره، ثم اعلان الكشوف النهائي يوم 5 اكتوبر. طبعا بندرب الشباب على ازاي يكونوا راصدين ومتابعين للعمليه، ويبقى عندنا توثيق لكل مراحل العمليه. اي مشكله، اي شكوى، اي خلل ممكن ان يؤثر على سير العمليه نخطر بيه الهيئه الوطنيه للانتخابات ان احنا اللي بنطفي الشرعيه
المجتمعية على العملية الانتخابية. احنا مش حكومة، احنا شعب، فالمجتمع المدني هو اللي بيضفي الشرعية على العملية الانتخابية، اللي بيقدر يقول للعالم كله إذا كانت الانتخابات كانت بالفعل حيادية تتمتع بقيم الشفافية والنزاهة ملتزمة بالمعايير الدولية ولا لا. طيب حضرتك انت شايف ان الكلام الفترة اللي فاتت كان كله عن ضعف المشاركة في الانتخابات، تمام؟ صحيح. عندنا بقى برنامج تاني بيشتغل على الملف ده اسمه البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية. احنا عايزين بقى نعرف ايه الدور التوعوي ان احنا ننزل نشارك. احنا بنعلم الشباب ازاي يشارك في الانتخابات، بس ما يشاركش بس النهارده يروح تصويت. انا النهارده الشاب مش عايز استغله النهارده يكون مصوت بس، تعالى انتخبني النهارده وقابلني بكره يعني. لا، احنا ما بنشتغلش على الملف ده خالص. طب ايه الدور؟ احنا بنشتغل على برامج تدريبية ازاي أأهل الشاب ان هو يخوض غمار التجربة. أهلنا عدد من الشباب ان هو يقدمه في انتخابات مجلس النواب. كان مجموعة من عندنا كمان كانت مهمة جدا بيشتغل على برامج زي إدارة الحملات الانتخابية، برامج تانية خاصة بتعزيز المشاركة السياسية، من أهمية المشاركة، دورك في المشاركة بيأثر ازاي، طريقة المشاركة. على فكرة البرنامج الوطني لرصد المتابعة هو نوع من أنواع تعزيز المشاركة. لما يبقى عندي 3500 متابع وراصد تابعين للمجلس حاصلين على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات بيراقبوا وبيرصدوا وبيتابعوا العملية الانتخابية في الدوائر، ده نوع من أنواع المشاركة السياسية. طبعا. لما يبقى عندك شبابك في المحافظات بيعلموا الناس أهمية المشاركة وبيشتغلوا معهم على إزاي يصوتوا بشكل جيد، إزاي لو شاف أي خلل إزاي يواجه المال السياسي، إزاي يحاول يتجاوز العصبيات والقابليات اللي موجودة في المحافظات، إزاي يحاول إن هو أي مشكلة ممكن أن تأتي بشخص فاسد الى مركز صنع القرار في مركز نيابي ازاي يقدر يواجهه. اعتقد دي نقطه مهمه، كشف اي عوار قانوني او مشكله قانونيه ممكن تبقى موجوده ومواجهتها النهارده بشكل قضائي وبشكل قانوني. اعتقد ده برضه نوع من انواع المشاركه السياسيه المهمه. تمثيل الشباب النهارده سواء في الحملات الانتخابيه او في المتابعه والرصد او في التوعيه او النهارده استغلال كمان منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الجمعي للشباب والمجتمع المصري ككل، دي نقط مهمة كمان بيقدمها مجلس الشباب. مصر دولة كبيرة، مصر دولة صحيح. عميقة، مصر دولة شابة كمان، دولة 60% منها شباب. فأعتقد كمان احنا كان عندنا بس نقطة واحدة اللي ممكن تقول كان نفسنا تتعزز أكتر، وهو إتاحة الفرصة أكتر زي ما أتيحت للمرأة إنها كانت موجودة بنسبة 25% وفق الدستور تبقى موجودة في مجلس النواب. كان عندنا الموضوع محتاجين إن هو يبقى أكتر للشباب، عدد الشباب اللي موجود في القائمة بوفق الدستور اعتقد غير كافي. كنا محتاجين شباب اقل من سن 35 واقول بشكل اكبر من كده، لان دول لما ياخدوا الخبرات بدري اعتقد في الفتره اللي جايه هيدونا منتج افضل بكتير. طيب اتفضلي، ايه راي حضرتك في القوائم بتاعه المستقلين؟ احنا طبعاً. ممكن نواجه ده ازاي؟ لا، هو احنا ما ينفعش نواجهها، بالعكس احنا ممكن لازم ندعمها. مفيش بلد بتقوم على احزاب بس، ومفيش بلد بتقوم على مستقلين بس. مستقلين دول النهارده اولاد مصر، مش اولاد دوله تانية. بس ظهرت قوائم كتير جدا. لا، هي مفيش قوائم كتير ولا حاجه حتى الان. الموجوده عندنا القائمه الوطنيه هي اللي موجوده ممثله في اربع قطاعات. خلينا بس نتكلم. طيب. ناخدها نقطه الاول، القوائم. طيب. القائمه طيب. عندنا دلوقتي القائمه الوطنيه موجود اربع قوائم بتنافس في الاربع دوائر. طيب. عندنا اربع قوائم تانيين، قائمتين تابعين لنداء مصر، وقائمه خاصه بتحالف المستقلين، وقائمه تانيه خاصه بحزب ابناء مصر. طيب. القائم دي موجودة، بالعكس احنا نفسنا يبقى اكتر واكتر واكتر. الانتخابات الموجودة دي هترسم شكل الحياة المصرية خلال 5 سنين. طيب. في قائم تانية هنقول كان عندها بعض المشاكل يمكن تتحل بالقضاء بكرة ويصدر حكم انها ترجع، زي قائمة الاختيار او القائمة بتاعت حزب المحافظين، قائمة الاختيار بتاعت حزب المحافظين، او قائمة التيار الوطني بتاعت اللواء طارق المهدي. في نقط مهمة كانت موجودة، لو شاركوا هيدوا شكل النهاردة للحياة السياسية وحق الناس انها تشارك. انا ما ينفعش اواجه مستقلين. معلش، عفوا، هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. استاذ محمد، كنا عايزين حضرتك اتكلمت قبل الفاصل عن الوعي الجمعي، والرئيس اتكلم عنه اكتر من مره، عايزين ننمي الدور ده وخصوصا الفتره دي كل الناس. انا 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 احد التحديات المهمه اللي بتواجه الدوله المصريه هي ازمه الوعي. صحيح. فكره تشكيل الوعي الجمعي، بناخد معلوماتنا من مصادر غير موثوق بيها. انتشر خلال ال 48 ساعه الماضيه بوست مشهور جدا على الفيسبوك تأجيل الانتخابات البرلمانية. صحيح. كله فعلا. النهاردة جاب رقم قضية وبدأ يشتغل عليها، وحكمت القضية، حكمت المحكمة النهاردة قرار المحكمة بإيقاف الدعوة بتاريخ 26. 26 يا جماعة ده عدى، بنتكلم امبارح، احنا كنا عدينا 26 سبتمبر خلاص. صحيح صحيح. فالناس حتى ما عندهاش فكرة ان انا اقرا البوست لحد الاخر او اعرف التفاصيل. الناس النهاردة لما تقول تأجيل الانتخابات، طب مين السبب في ده؟
هنقول ان هم شقين. جزء اولاني فكره طبعا المؤسسات المسؤوله عن تشكيل الوعي الجمعي، هنقول وسائل الاعلام، هنقول احنا كمنظمات مجتمع مدني ان احنا مش مؤثرين بشكل كافي مع الناس، محتاجين ان احنا نعزز من دورنا اكتر. كمان هنقول ان طبعا الدوله بتواجه تحديات ومخاطر خارجيه من ناس مش عايزه الخير للبلد دي، فمحتاجه انها كل شويه تثير حاله من البلبله، تثير حاله من القلاقل، تبقى موجوده مشاكل، تبقى موجوده. وللاسف احنا بقينا نتهم كل الناس، يعني في ناس النهارده بقينا نحسبها على كائنات وهي مش منها، فبقينا عندنا كده القاء التهم بقى جزافا. طيب حضرتك شايف ان الاعلام ما بيقومش على دوره كامل في موضوع الوعي الجمعي؟ لو بيقوم بدوره كامل ما كناش وصلنا اللي احنا موجودين فيه. يجب ان نحمل انفسنا مشكله اخطائنا، عندنا نتيجه لكل خطا بنقوم بيه. فدلوقتي انا لو ما صرحتش نفسي ان المشكله عندي عمرها ما هتتحل. فكره ان انا كويس، انا جامد، انا زي الفل، عمرها ما تحل حاجه. صحيح. فانا محتاج اقول ان انا عندي مشكله، اصارح نفسي بعيوبي. صحيح. عشان خاطر اعرف اتغلب عليها. انا باكل كتير وبتخن، باكل كتير وبتخن. لا انا كويس وزي الفل وزني مثالي يا راجل، ان انت الميزان مش هيشيلك بعد كده. صحيح. صحيح. فانا محتاج ان انا ابص للجزء ده. الاعلام محتاج ان هو يوصل للناس اكتر، محتاج الناس تصدقه. خلينا برضو نكون صراحه مع نفسنا، انا بسيب الميديا المرئيه اللي موجوده في القنوات وبلجا لمنصات التواصل الاجتماعي. صح. ده ازمه حقيقي. ثقه ان انا مش مصدق الناس اللي بتطلع التلفزيون، الناس اللي قاعده بتتكلم في الشاشات دول، هي المصداقيه. الموضوع بقى صعب شويه. طب انا النهارده ما بصدقهمش وبصدق بوست من واحد موجود على الفيسبوك انا ما اعرفوش وبيقول معلومه وبصدقها وبطلع بمشي عليها. عندنا ازمات كبيره اقدمها كمان بالنسبه للاخبار الكاذبه. أيوة. عندنا بعض الجهات الاعلاميه قامت ببعض الفبركه وفيديوهات مفبركه، كل ده تمام. حضرتك شايفه ازاي؟ احنا في حرب، والحرب الموجودة النهاردة في ناس بتستخدم بعض الأسلحة غير الشريفة عشان خاطر تأثر على الدولة المصرية. الناس عندهم مشاكل موجودة، وهم عايزين البلد دي عمرها ما تقوم. البلد دي لو بقت كويسة وبقت جامدة وبقت زي الفل ورجعت تاني تسيطر على المنطقة كل مش في مصلحتهم، فهم عايزين البلد ما تقومش، بس هي تقوم غصبا عن عينهم وعين اللي واقفين وراهم. فاحنا كده كده هنرجع أقوى مما كنا، والدولة ماشية في الاتجاه الصحيح. الدور اللي بتقوم بيه الدولة المصرية بمناسبة الاتجاه الصحيح. أيوة. احنا كشفنا ده بالفيديو اللي عملناه للمظاهرات بتاعت نزلة السمان، تمام، اللي اتصور هنا في مدينة الانتاج. بالظبط. تمام. دي كانت النهارده كانت خطوة جيدة، بس الخطوة الأهم منها حاجة تانية، ان انا اعرف المشكلة فين. المشكلة ان ازاي الناس بتسيب البرامج بس من الدولة الوطنية. ازاي ان انا عندي قنوات موجودة ما شاء الله، عندنا مدينة الانتاج الاعلامي من افضل المدن الموجودة في المنطقة، عندنا عشرات القنوات، اسيب دول واروح اتفرج على قنوات بتبس من تركيا او بتبس من قطر وبصدقها وما بصدقش ولاد بلدي؟ انا عندي مشكلة موجودة. طيب. اصارح نفسي المشكلة فين عشان اعرف اتجاوب عليها. طب مش المفروض يبقى لينا حملات توعية؟ مين بقى اللي يعمل حملات التوعية دي؟ احنا بنتكلم جزء الاعلام يحاول يوصل اكتر للناس. لو الاعلام وصل والناس صدقته هتؤمن بيه، هتمشي وراه، هتعرف تكمل معاه. واي حد بيقول حاجة على الدولة المصرية هتعرف ترد عليه. فانا محتاج يبقى عندي الموضوع في حالة من التوازن. حضرتك طيب شايف ان احنا ينقصنا وجوه جديدة انها تتبنى الموضوع ده وتكون اكثر تأثيرا ومصداقية بالنسبة للناس؟ عندنا حاجتين لازم نشتغل عليهم. عندنا فكرة النهاردة اتاحة الفرصة لوجوه جديدة تبقى موجودة، بالاضافة للاستعانة بالخبرات. عندنا في رموز في الاعلام المصري شكلت الوعي المجتمعي لدول تانية في المنطقة. صحيح. صحيح. مش شكلت وعي مجتمعي لدولتنا. الناس دي بتروح بتتخطف بره. صحيح. يا جماعة احنا كان عندنا رموز موجودة حتى في إذاعة البي بي سي. رموز مصرية، ما بنتكلمش النهاردة. أيوة. رموز من حتة تانية. صحيح. ازاي احنا النهاردة نستفيد من الخبرات دي مع وجوه جديدة من الشباب، نعمل حالة من الميرج، نعمل حالة من التلاحم. الناس دي موجودة مع بعض تعرف تصيغ خطاب تواجه الناس. انا لو سمعتك في مرة وانتي بتقولي حاجه وطلعت غلط مش هصدقك تاني. طيب لازم اعمل مصداقيه بيني وبين المشاهد. خلينا نتنقل بقى لمواجهه التطرف. الدور بقى بتاع المجلس ليه دور في مواجهه المجلس التطرف؟ طبعا بيشتغل على الملف ده بقى لنا حوالي 3 او 4 سنوات. عندنا برنامج مهم جدا اسمه البرنامج الوطني لمواجهه التطرف، ولمواجهه البرنامج الوطني لمكافحه التطرف والارهاب الفكري. تمام. شغل ملفات تانية خالص. انا ما بشتغلش على الارهاب المعنى، مش شرط الارهابي يكون ماسك سلاح وبيقتلك. صح. فكره اللي قاعد ورا الشاشات على الكيبورد ويتكلم من ظهر اللابتوب بتاعه ده ممكن يكون ارهابي اشد بكتير. صحيح. من صحيح. اللي ماسك سلاح، لانه لما بيدي معلومه خاطئه هيوديني في داهيه. يعني انا لو قلت لك النهارده الحقوا الكمامات، وقفوا تصنيعها ومش هيبقى فيه لا استيراد ولا تصدير وما بقاش فيه كمامات، تتخيلي حجم الكمامات اللي موجود في السوق دلوقتي هيروح فين؟ الناس هتنزل تخطفه
تيجي عندنا ازمه كورونا مش هنلاقي حاجه نحمي بيها نفسنا. مجرد حد قاعد بيكتب رساله. نفس الكلام بيتكلم على المواد الغذائيه، اشاعات كتير بتبث، ناس كتير بتتكلم، اشاعه موجوده دلوقتي خاصه بملف التصالح. الناس موجوده في القرى والمراكز وموجوده في منصات التواصل الاجتماعي بتقول لهم الحقوا ده، هيهدوا بيوتكم عليكم وانتم ساكنين فيها. صحيح. فبتلاقي النهارده طيب. عم احمد هل الموجود، هل ليكم اي تواصل مع مؤسسات الدوله زي الازهر او وزاره الثقافه عشان تنفذوا البرنامج؟ ما ينفعش ما نشتغلش مع الازهر، ما ينفعش ما نشتغلش مع الكنيسه، وما ينفعش ما نشتغلش مع مؤسسات الدوله عشان نشتغل على اي برنامج. بتنسقوا ده ازاي معاهم؟ بنسق ده النهارده مع الجهات الرسميه. احنا مؤسسه رسميه، احنا مش ائتلاف. تمام. احنا مش اتحاد. احنا مش ناس جايه من الشارع. احنا كيان من اكبر الكيانات الموجوده في المنطقه، اسمنا مجلس الشباب المصري. مجلس ده عشان يكون موجود النهارده قدر ان هو يبني، هنقول، جسور من التواصل والعلاقات. احنا لسه كنا موجودين مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الاسبوع اللي فات في تدشين برلمان طلائع مصر في اسكندريه. عندنا النهارده بروتوكول تعاون مع وزاره الثقافه الوزيره لكيفيه مشاركه النهارده قصور الثقافه المصريه في البرنامج الوطني مكافحه التطرف والارهاب الفكري. دي نقط مهمه جدا موجوده معانا. عندنا عدد كبير من الوزارات في برامج مهمه كمان بنقدمها مع عدد كبير من الوزارات النوعيه. دي كلها النهارده حاجات بنشتغل عليها. بس خليني ارجع للنقطه اللي فاتت لان دي نقطه مهمه. اتفضل. ازاي انت النهارده تواجه الافكار المتطرفه صحيح. اللي بتبث عن طريق، هنقول، في جزء منها منصات ماجوره، جزء منها النهارده ناس مش فاهمه، جزء منها ناس النهارده للاسف هنقول كلمه كده مصطلح مصري غريب شويه بتحب الشو قوي. فناس النهارده تحب ان انا اكون انا اللي سبقت بالخبر، انا اللي كلت الجبنه، انا النهارده اللي جبت الديب من ديله، فانا النهارده اللي عرفت الفكره وبشتغل عليها. ففكرتك دي مغلوطه اللي انت بتشتغل عليها. فالناس بتتكلم على قانون التصالح، تيجي تقول لك هيهدوا عليك الشقه، فانا النهارده هروح انا وعيالي فين؟ فانا ممكن انزل اعمل مشاكل مع الجهات الامنيه اللي جايه وهي اصلا مش رئيس الجمهوريه نفسه، رئيس الوزراء. لن يتم هدم مكان مأهول بالسكان، انت قاعد في شقتك مش ههدها. نتكلم بقى شويه عن دور المرأة. نتكلم عن المرأة، في اهم المرأة في مصر دلوقتي. المرأة واخده كل حاجه. يا رب يخليك تسلم. كلمنا شويه بقى، المرأة ليها دور في المجلس؟ المرأة هنقول بتشكل قطاع من اهم القطاعات اللي موجوده في المجلس، مشاركه في كل الفعاليات. تفخرين عندنا نماذج مهمه جدا جدا من فتيات ومن نساء المجلس في كل القطاعات. فخورين كمان ان حتى الاعضاء المجلس اللي فيه جزء منهم النهارده موجود نجح في قوائم الشيوخ، وفي جزء كمان موجود هيبقى موجود في مجلس النواب. التمثيل الاكبر هو تمثيل نسائي. عندنا كمان كوادرنا اللي موجوده في المواقع التنفيذيه. عندنا كمان اللي بيرسم سياسات المجلس على فكره في عدد كبير من الافكار اللي بتشرف عليها هي النساء مصريات. احنا فخورين على فكره كمان، واحنا كمان فخورين ان حضرتك معانا والله. طيب عايز اسال حضرتك، هل لكم انشطه بتتم للتعاون مع المجلس القومي للمرأه؟ احنا اشتغلنا بالفعل مع برامج كتير مع المجلس القومي للمرأه، مش في القاهره بس. انا بحب قوي اتكلم على المحافظات. القاهره الناس بتقول واخده حقها وزياده، دي العاصمه، ده موجود في اي دوله في العالم. بس خلينا نتكلم ان مصر مهم ان احنا نشتغل، ان مصر 27 محافظه. ده حقيقي. عندي في كوادر مهمه جدا في بورسعيد، كوادر اهم في بني سويف، اهم واهم في الغربيه. اهم واهم في الاقصر واسوان وفي قنا. عندي محافظات لازم اشتغل عليها واعزز على وجود الكوادر عشان المحافظات دي تحتفظ بكوادرها وما يتمش حاله من الطرد ليها عشان تجري على القاهره، لان اللي بره القاهره ما بينورش بيطفي، لا انت ممكن تنور في محافظتك، لان انا مش عايز انمي العاصمه بس، انا عايز انمي 27 محافظه مصريه، كل محافظه تمتلك من الكوادر ومن الخبرات ومن الامكانيات اللي يساعدها انها تكون دولة. شكرا يا فندم على وجودك معانا، وفعلا نورتنا، واتمنى تكون حلقه النهارده يعني نالت اعجابكم. ودايما احنا بنتمنى يكون عندنا شباب فعلا ينمي دوله مصر. تستاهل والله يا جماعه، مصر تستاهل يكون، واحنا عندنا كتير ونقدر نعمل كتير ونقدم كتير. واكون معاكم الحلقه الجايه ان شاء الله بنبدا الحكايه. انتظر. سلام عليكم.